بها دفء وسلام وأمل وحب. من الطبيعي أن تختلف الأشياء في مصر، بلد في قلب أفريقيا وآسيا وأوروبا، بلد يحتضن 100 مليون نسمة. وتمر مصر بلحظات هامة في تاريخها، فبعدما يزيد عن 3 سنوات من العمل الشاق والدؤوب، بدأت البلاد تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الطموح، وذلك بدعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ولأن الاستثمار هو الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، فقد حرصت الدولة على إنشاء بنية أساسية متطورة وحديثة من خلال شبكات طرق ومحطات كهرباء والصرف الصحي والمياه والإسكان وموانئ ومطارات والعديد من المشروعات القومية التي حازت على إشادة المؤسسات الدولية، مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية بها والعاصمة الإدارية ومدينة العالمين والجلالة والمليون ونصف فدان، مما يجعل مصر مقصداً عالمياً متميزاً من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص. من هنا جاء قانون الاستثمار الجديد بعد 20 عاماً من آخر قانون للاستثمار، ليواكب تطورات الاقتصاد العالمي ويتيح فرصاً واعدة ويفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يخدم النمو الاقتصادي الذي ترجوه الدولة وتنشده من خلال حزمة من الحوافز الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية. كما اهتمت الدولة بجذب الاستثمارات من خلال حوافز خاصة للمشروعات التي تقام في المناطق الأقل نمواً، مما يعمل على توزيع ثمار التنمية بشكل عادل. وللتيسير على المستثمرين، حرصت الدولة ولأول مرة على إطلاق الخريطة الاستثمارية الشاملة التي تحدد وبدقة الفرص الاستثمارية بجميع القطاعات وفي جميع المحافظات، سواء استثمارات مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والصناعة والاستكشافات البترولية والغاز والتنمية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والآثار والسياحة ومشاريع التعليم والصحة للاستثمار في المواطن. كما تعرض الخريطة الاستثمارية المشروعات الحكومية في البنية الأساسية لكي تضيف الاستثمارات الخاصة إلى ما تم إنجازه بالفعل، فتتكامل منظومة الاستثمار بين القطاعين الحكومي والخاص، وبفضل دعم ورغبة القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين في جميع المحافظات. ولكي تحقق خطة الإصلاح الاقتصادي أهدافها المرجوة بكفاءة، تم الانتهاء من العمل بمركز خدمة المستثمرين بهدف القضاء على البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات على جميع المستثمرين أياً كان حجم استثماراتهم. ومركز خدمة المستثمرين مجهز بأحدث التقنيات ونظم العمل وفقاً للمعايير الدولية. وبفضل دعم ورغبة القيادة السياسية، تم الانتهاء من العمل بمركز خدمة المستثمرين خلال أشهر معدودة، وهو زمن قياسي مقارنة بحجم وإمكانات هذا الصرح العملاق الذي يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة تضع مصر بين الدول الرائدة في مجال تسيير الأعمال وجذب الاستثمارات في المنطقة، حيث يتيح المركز للمستثمرين المحليين والأجانب الانتهاء من كافة إجراءات إنشاء الشركات في زمن قياسي وبأسهل الإجراءات من مكان واحد، ذلك لأنه يضم ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية. وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز الاستثماري الجديد جميع إجراءات تأسيس الشركات، بداية من إعداد العقود القانونية وتوقيعها وسداد الرسوم والتوثيق
وتسليم المستندات الخاصة بالشركة الناشئة في نفس اليوم. ولحوكمة جديدة وخدمة أفضل للمستثمرين، حرصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على وضع آلية لقياس ومتابعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى آلية مفصلة لقياس أداء العمل ورصد المؤشرات الاستثمارية والتنموية لجميع القطاعات في كل محافظات مصر. كما يتيح المركز إمكانية تأسيس الشركات عبر الموقع الإلكتروني بأبسط الخطوات، ويمكن للمستثمر أن يسدد الرسوم المستحقة من خلال بطاقته الائتمانية. ولا ينتهي دور المركز عند إجراءات التأسيس فحسب، وإنما يمتد دوره كذلك لخطوات ما بعد التأسيس، من تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وتقييم الأصول وقيد الأسهم وإتمام الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية في أسرع وقت وبأقل مجهود. وحرصاً من الدولة على إعطاء فرص متساوية للشركات الناشئة والمستثمر الصغير، جاء قانون الاستثمار داعماً لريادة الأعمال، فقد تم إطلاق مبادرة فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال من جميع محافظات مصر في جميع المجالات، فنياً ومالياً وإدارياً وقانونياً. إن مناخ الاستثمار المتاح الآن لم يكن له أن يتحقق لولا المجهودات الضخمة التي بذلت في السنوات الثلاثة الماضية، والتي تم فيها تهيئة المناخ واستكمال البنية التحتية اللازمة وإصلاح الهيكل الإداري للدولة ومحاربة الفساد والحرص على الشفافية في كافة القطاعات، وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على أن تكون مصر على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، لكي تؤكد مصر للعالم أجمع أنها قادرة وجاذبة للاستثمار، وتوفر المناخ الملائم لاستقراره وازدهاره من خلال مؤسساتها وبحزمة من التشريعات المدعومة بالإمكانات المتطورة. مصر تفتح أذرعها للجميع وتتبنى سياسات الاقتصاد الحر وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص، وجميع المؤشرات الاقتصادية والعالمية اليوم تؤكد على أن مستقبل الاستثمار سيكون في مصر، والفرصة متاحة من اليوم. استثمر في بلدك، استثمر في مصر.